السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في لسان العرب من الرافدين. ما جهود العلماء في اللغة والأدب الذين نشأوا في مصر مثل ابن هشام الأنصاري، ابن عقيل، الحسن المرادي، السيوطي والأشموني وغيرهم، وما أبرز مؤلفاتهم. سنناقش ذلك في حلقة لسان العرب لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء العاشر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء العاشر. نرحب بدن بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جريسون التركية، حياكم الله ومرحبا بكم أستاذ. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من تركيا دكتور هاني حواس، الأستاذ المشارك في العلوم اللغوية، حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. أخي الحبيب، ومرحبا بأخي الحبيب أستاذ الدكتور حمدي. أهلا بكم. إذا دكتور حمدي نبدأ منكم، حدثنا متفضلا عن علم من أعلام شمال إفريقيا في هذه السلسلة في جزئها العاشر، ونبدأ بابن هشام الأنصاري المصري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ابن هشام الأنصاري علم من أعلام المدرسة المصرية. هذه المدرسة التي تكونت على يعني أكتاف كما يقولون علماء أفذاذ أمثال ابن النحاس، أبي جعفر بن النحاس المصري، وابن الحاجب وغير هؤلاء، الذين جمعوا بين علمي أهل البصرة وأهل الكوفة، وأخذوا عن علماء أهل بغداد، وكونوا لنا المدرسة المصرية التي تجمع بين علمي البصرة والكوفة مع انتخابات لعلماء أهل بغداد. هذا العالم ابن هشام هو أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن هشام الأنصاري المصري النحوي الفاضل المشهور. ولد في القاهرة سنة 870 من الهجرة. نشأ في القاهرة، والقاهرة في ذاك الزمان كانت في حكم المماليك ناصر محمد بن قلاوون، استقرت الأمور له، وبعد الاستقرار اهتم بالأمور العلمية، مما يعني حذى بابن هشام أن يسير في أمور التعلم ويرتشف من كبار علماء عصره في العلوم المختلفة، حتى فاق أقرانه وصار من العلماء الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد. نعم، كان متعمقا أيضا في الأمور المذهبية الفقهية، كان شافعيا وحنبليا، يجمع بين المذهبين. يعني ما يسمى بفقه المقارن كما نقول يعني. له شعر منه هذه الأبيات، يعني هذان بيتان: ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذل. جميل. كان عالما موسوعيا في التفسير وفي الفقه وفي الأصول، وفي ولذا يعني عندما سئل لماذا لم تفسر القرآن الكريم قال: استغنيت بتفسير القرآن الكريم بالمغني، كتاب المغني، مغني اللذيذ الذي يتكلم. نعم. إن شاء الله. نعم. له شيوخ كثر، من هؤلاء الشيوخ أبو حيان، وله ولذا شرح له كتابه اللمحة البدرية في علم اللغة العربية، وله تلامذة أيضا، تلامذة كثر. من الأقوال العلماء فيه نأخذ كلام معاصره صلاح الدين الصفدي، يقول: الشيخ الإمام العالم العلامة حجة العرب أفضل المتأخرين، جمال الدين أبو محمد الأنصاري الحنبلي المصري شيخ النحو، ومن قام في أمره بالإثبات والمحو، وأظهر فيه الإبداع وصنف، وقرط الأسماع وشنف،
ونظر ودقق وتعمد لأن تعمق وحقق ورجح الأضعف إلى آخره من الأقوال التي تسير جميل. على نظام السجع. ولابن حجر العسقلاني كلام جميل نأخذ منه، وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البالغ والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا مع التواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب. ابن خلدون صفات العلماء. نعم له كلام جميل قال ومشهور. نعم ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. نعم. الكلام كثير، له مؤلفات كثيرة يعني نذكر منها الإعراب عن قواعد الإعراب، إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل، أيضا الغازي بن هشام في النحو، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، الجامع الصغير في النحو، شذور الذهب في معرفة كلام العرب متن وشرح. جميل. قطر الندى بالصدى متن وشرح. نعم شرح بنى السعاد وهو من الشروح الرائعة، من أفضل شروح بنى السعاد. يعني يجمع بين اللغة والبلاغة والأدب والنحو شامل لكعب بن الزهر. نعم لكعب بن الزهر في هذا الشرح. شرح وافي يعني. شرح الجمل للزجاجي، شرح السيرة اللي هو البردة، شرح القصيدة اللغزية، شرح اللمحة البدرية في علم العربية لشيخ أبي حيان، فوح الشذا في أحكام كذا، أيضا شرح لرسالة أبي حيان الشذا في أحكام كذا، قطر الندى والصدى قلنا، طبعا مغني اللبيب عن كتب الأعاريب إلى آخره من الكتب الرائعة الرائقة بأسلوبه العذب السهل اليسير المفيد الشامل الجامع المانع. توفي أيضا في القاهرة. توفي في القاهرة. نعم. سنة 761 من الهجرة. نعم. إذن من هنا دكتور حواس يعني نرحب ونجدد تحية بك، حدثنا متفضلا عن أبرز كتب هذا العالم الجليل مغني اللبيب عن كتب العريب لابن هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. سعيد بهذه المقابلة وبهذا اللقاء الطيب المبارك النافع بإذن الله تبارك وتعالى لكل المشاهدين من محبي اللغة العربية. اسمح لي أخي الحبيب أستاذ نصير أبدأ يعني بمقدمة بسيطة حول الموضوع الذي نتحدث فيه وهو موضوع علماء النحو واللغة في الشمال الإفريقي وبخاصة في مصر. يعني نريد أن نستخلص الدروس والعبرة التي يعني يمكن أن نستخرجها من هذه السيرة العطرة لهؤلاء الأفذاذ من علماء الأمة. حقيقة عندما قرأت هذه المادة ويعني عند كل هؤلاء العلماء وقفت عند معاني طيبة أحببت أن أنقلها للسادة المشاهدين، منها الهمة عند علماء المسلمين. هذه نقطة مهمة جدا، يعني عندما نسمع من أستاذنا الدكتور حمدي الآن أن ابن هشام يعني عاش قرابة 50 عاما فقط وألف أكثر من 50 مؤلفا في فنون كثيرة من فنون العلم. هذا دليل على الهمة التي كان عليها هذا العالم وكذلك بقية العلماء. السيوطي مثلا عاش قرابة 60 عاما ألف أكثر من 600 كتاب. يعني في عرف الزمان وفي عرف طاقات الناس اليوم هذا من المحال، لكن شاء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأفذاذ أن يبارك لهم في أعمارهم وأن يبارك لهم في علومهم، لأنهم طلبوا العلم حسبة لله عز وجل وبذلوه حسبة لله عز وجل. صحيح. فبارك الله لهم في أعمالهم وبقيت هذه الأعمال. نعم. هذا مهم أخي الحبيب. نعم. الأمر الثاني الوحدة بين المسلمين. صحيح. أيضا نلمح من سيرة ابن هشام
التي تفضل بها أستاذنا أن ابن هشام يعني عاش في مصر، ويعني ربما يكون الأصل ليس من مصر، وكذلك بقية العلماء نجد كثيرا منهم يولدون في مكان ثم يتعلمون في مكان آخر ثم كذلك يعلمون في مكان ثالث ثم بعد ذلك ربما يتوفى في مكان ليس في الأول أو الثاني أو الثالث. هذا ماذا؟ على أن الأمة كانت أمة واحدة، لم تكن الأمة تعرف حدودا، لم تكن هذه الأمة تعرف ألوانا، لم تكن هذه الأمة تعرف عنصرية، وإن كانت أمة واحدة. جميل هذا الاستهلال دكتور، استهلال طيب. وندخل إذن إلى مغني اللبيب، باقي من وقتك أقل من دقيقة ونصف، تفضل. الله يبارك فيكم. إذن مغني اللبيب يعني هذا من الكتب المهمة التي ألفها ابن هشام رحمه الله. ألف ابن هشام مغني اللبيب في مكة المكرمة، وأحسن إحكام هذا الكتاب، وجاء الكتاب في ثمانية أبواب. الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها، ذكر في هذا الباب معاني الحروف وإعراب هذه الحروف، فمثلا ذكر ثمانية معاني للهمزة، هي معاني التسوية والإنكار والتوبيخ والتقرير والتهكم والأمر والتعجب والاستبطاء، هذا في الهمزة. ثم بعد ذلك رتب بقية حروف اللغة، إذن وإن المكسورة المخففة وأن المفتوحة وأم وأل وأما المخففة الميم وأما المشددة وإما وألا وإلا وإلا وإي المكسورة الهمزة وأي وإذ، هذا باب الهمزة. ثم بعد ذلك يدخل في باب الباء حروف تخص هذا الباب، ثم باب التاء، ثم بقية الحروف إلى أن يصل إلى باب الواو، حروف المعاني. نتناول في هذه المفردات الشواهد القرآنية التي ورد فيها هذا المفرد أو هذا الحرف ومعانيه في كتاب الله عز وجل، يستشهد من كتاب الله كثيرا، وكذلك يستشهد من أشعار العرب. الباب الثالث حبيب في مغني اللبيب في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها. فالجملة مثلا عنده جملة فعلية كقام زيد، وجملة فعلية كزيد قائم، أو ما في حكم هاتين الجملتين. ثم في الباب الثالث يذكر ما يتردد بين المفردات والجمل في اللغة. ما الذي يتردد بين المفردات والجمل؟ هو الظرف والجار والمجرور، ويذكر أحكام هذين التركيبين، تركيب الظرف وتركيب الجار والمجرور، وما يتعلق بهما من فعل أو يشبه الفعل ونحو ذلك. نعم دكتور، سأعود إليك، للأسف الوقت الآن أصبح ضيقا للأسف. دكتور سأعود إليك مرة أخرى. إذن دكتور حمدي، بأقل من دقيقتين حدثنا عن العالم الجليل ابن بري وعن كتابه التنبيه والإيضاح، عما وقع في كتاب الصحاح. من علماء المدرسة المصرية الذين يعني كانت لهم شهرة في اللغة وإن كان يضرب في النحو بجيرانه، العالم الإمام العلامة نحوي وقته أبو محمد عبد الله ابن بري ابن بري ابن عبد الجبار ابن بري النحوي اللغوي المصري المولد والنشأة، المقدسي الأصل، الشافعي. كانت الأمة الإسلامية أمة واحدة في ذاك الزمان، لا توجد هذه الأمور الموجودة الآن. صحيح. نعم، فنجد العلماء في كل بقعة من هذه البقاع، سواء كان من كذا أو من كذا، فهو الجامع العام الذي يجمع هؤلاء العلماء الإسلام. صحيح. نعم، قرأ العربية على مشايخ زمانه من المصريين والقادمين على مصر، فأخذ علم العربية عن أبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني النحوي، وأبي طالب عبد الجبار بن محمد بن علي المعافري القرطبي قرطبة، وسمع الحديث على أبي صادق مرشد بن يحيى المديني، وأبي عبد الله محمد بن أحمد الرازي، وعلي بن عبد الرحمن الحضرمي،
إلى آخره. طيب. وله من تلامذته الذين تصدروا وكانت لهم مكانة أبو موسى الجزولي صاحب المقدمة. صاحب المقدمة الجزولية. نعم. هو قالوا بأنها حواش جمعها على كتاب المقدمة الجمل للزجاجي. نعم، لكنها مقدمة رائعة في النحو وإن كان فيها بعض الأمور المنطقية التي يعني احتاجت إلى شروح. له مؤلفات لا كان قليل التصنيف، مقدمة سماها اللباب وجواب المسائل العشر إلى آخر حاشية على الحاشية على الصحاح. وهذا الكتاب الذي سنتحدث عنه الآن المسمى بحاشية حواش بن بري أو الأمال بن بري أو ما شكل ذلك من هذه الأسماء من مصادر لسان العرب لابن منظور الخمسة، يعني من الكتب الرائعة الرائقة. وابن بري هذا يعني كان من المكانة بمكان في ديوان الإنشاء الذي تعرض عليه المكاتيب كما يقولون. ما يكتب لابد أن يراجعه مراجعة نهائية، لابد أن يمر على ابن بري، لغوية وتصحيحية وكل شيء، لا كل شيء نقدية. نعم. دكتور اسمح لنا سنعود أيضا لنكمل قبل أن ننتقل للدكتور، ولكن الآن فلنتوقف مشاهدينا الكرام مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع شاعر النيل حافظ إبراهيم. حافظ إبراهيم واللغة العربية. يعد حافظ إبراهيم من أشهر شعراء العصر الحديث، وهو أحد رموز مدرسة الإحياء في الشعر العربي، ولقب بشاعر النيل وشاعر الشعب. عرف بموقفه الرافض للمحتل وحربه على اللغة العربية، وكان خير مدافع ومنافح عن اللسان العربي، فقال في قصيدته المشهورة: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقن في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائل الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي، فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي؟ أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي؟ سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين. بعد فاصل ديوان العرب نذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء العاشر. قبل أن ننتقل إلى دكتور هاني، دكتور حمدي كنت تكمل باختصار عن كتاب ابن بري التنبيه والإيضاح عن مواقع في كتب الصحاح، تفضل دكتور. هذا الكتاب هو حواش أو أمال على الصحاح للجوهري، والصحاح كما نعرف بأنه هو رأس المدرسة القفوية التي تجعل من الحرف الأصلي الأخير بابا والحرف الأصلي الأول فصلا، مع مراعاة الثاني والثالث إن كانت الكلمة رباعية. هذا الكتاب راعى فيه أو هذه الحواشي، تسمى حواشي وتسمى أمال وتسمى التنبيه والإيضاح عما وقع في كتاب الصحاح، كلها لهذا الكتاب الذي هو مصدر من مصادر لسان العرب الخمسة. التنبيه والإيضاح يرمي مصنفه إلى أهداف، هذه الأهداف نسبة الشواهد الشعرية إلى أصحابها
وتكملتها وشرحها. رقم 2 تصويب الرواية الشعرية في الشاهد. رقم 3 تصويب أسماء قائلي الأبيات الشعرية إن كان المنسوب إليه غير صحيح يصوبه. نعم. وهذا له أمثلته. النقد بعض مواضع بعض المواد في الصحاح. يعني تعليقات نقدية لديه. نعم. نعم. لغوية في هذا الأمر. يعني خلاصة القول في التنبيه والإيضاح أنه يقوم على أمرين. هذان الأمران هما تكملة الشواهد الشعرية، تصحيح وتصحيح روايته وتصحيح روايتها ونسبتها إلى قائليها وشرحها، وتصويب الأحكام النحوية واللغوية التي ذكرها الجوهري مع إقامة شروحه على المبادئ النحوية أيضا. أما ما عدا ذلك فظواهر قليلة لا تكثر كالأمرين الأولين. إذن دكتور هاني حواس، نبقى الآن مع الحسن المرادي وكتابه شرح التسهيل، تفضل دكتور. المرادي هو الحسن ابن قاسم ابن عبد الله ابن علي المرادي المغربي في أصله المصري في مولده. هذا الرجل اختلف في اسمه ولقبه وكنيته وكذلك في تاريخ مولده، والثابت أنه توفي عام 50 و700 من الهجرة، يعني أنه ولد قبلها. هذا الرجل طبعا الروايات في هذا الأمر كثيرة جدا، ونسبة هذا الرجل إلى جدته أم أبي هي اسمها زهراء، وكانت هذه أول ما جاءت أو من جاءت من المغرب، وما جاءت من المغرب عرفت بالشيخة لورعها ولزهدها ويعني لطلبها للعلم. ومن حببت إلى حفيدها المرادي طلب العلم، فأخذ العلم عن كثير من العلماء، وكانت للمرادي مؤلفات كثيرة، منها إعراب القرآن وإعراب البسملة وتفسير القرآن الكريم وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، حققه الدكتور عبد الرحمن علي سليمان ونشرته الكليات الأزهرية في القاهرة. وأشهر كتب المرادي هو كتاب الجنى الداني في حروف المعاني. هذا الكتاب حققه الأستاذ الدكتور طه محسن سنة 71 و900 وألف، وحققه أيضا الدكتور فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل سنة 93 و300 وألف. وهذا الكتاب عليه دراسات كثيرة وحقق أيضا في رسائل علمية كثيرة. أيضا مرادي رسالة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وله سرور النفس، وله شرح باب وقف حمزة على الهمزة، وله شرح الحاجبية العروضية وشرح الشاطبية، وله شرح الفصول وشرح الكافية لابن الحاجب، وشرح المفصل لابن يعيش أو المفصل لابن يعيش، وكراسة في كلا وبلا، والمقيد في القراءات، ومنظومة في الذال المعجمة والدال المهملة، ومنظومة في معاني الحروف. جميل. كانت وفاته عام 49 و700 أو في حدود ذلك، وهذا قد أجمع عليه علماء الأعلام أنه توفي في هذا العام. إذا ننتقل دكتور، أن تفضلتم لنتناول كتابه باختصار شرح التسهيل، تفضل. نعم. بدأ المرادي شرحه بمقدمة يسيرة افتتحها بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن صفة هذا الشرح وأنه تعليق على تسهيل الفوائد لابن مالك، وذكر الغرض من هذا التعليق. قال: فهذا تعليق على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، يذلل فوائده ويوضح مقاصده، أعفيته من الإكثار وملت فيه إلى الاختصار. هذا هو الهدف من وضعه هذا الشرح. يقسم المرادي المتن إلى أجزاء صغيرة، وقد رمز للمتن بالحرف صاد
إشارة إلى المصنف رحمه الله، ثم يبدأ بعد ذلك بشرح هذا الجزء، وقد رمز للحرف شين للدلالة على الشارع. هذا الكتاب أو هذا الشرح يعني فيه دقة في التعريف والحدود وتخريج سائل المحصنة بشاهد، أي أنه يفسر الشواهد المغلقة على كثير من الناس. فقد كان الحد عنده جامعا مانعا، وكان في شرحه يعنى كثيرا بذكر هذه الشواهد وتفسير هذه الشواهد. نعم دكتور. أيضا التزم المرادي بالأبواب والفصول التي قدمها ابن مالك، فلم يقدم ولم يؤخر شيئا، بل التزم بترتيب ابن مالك في تسهيل الفوائد. نعم. أيضا من أهم ما يعني يتضح في هذا الكتاب أن المرادي كان شديد التحري والدقة والاعتناء بضبط النسخ ومقابلتها، ويظهر ذلك في إثبات باب التحذير والإغراء. نعم. وما يلفت بهما، مع أنه ليس في النسخة المشروحة لابن مالك. طيب. أيضا في بعض الأحيان يذكر آراء النحاة ويعقب عليها. إذن هو ناقد لآراء النحاة. نعم دكتور. فيعتمدها وإما بالرفض. نعم دكتور هاني، نكتفي بهذا القدر إن سمحتم. ودكتور حمدي نرجو الاختصار بدقيقتين، تفضلتم حدثنا عن القاضي أبي عبد الله، هو المعروف بناظر الجيش هكذا عرف، وعن كتابه تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد. نعم. قبل أن نتحدث عن ناظر الجيش، نعطي فكرة عن المدرسة المصرية في عصره وبما تميزت به. تميزت في نقط سريعة: وضع المتون النحوية، كثرة الشروح، يعني في هذا العصر شروح المؤلفات أو شروح المنظومات، كثرة المنظومات النحوية، نثر المنظومات، التدريب على الإعراب، الألغاز النحوية، الاهتمام بشرح شواهد النحو الشعرية، الإكثار من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف. ولذا نجد في شرح ناظر الجيش على التسهيل نجده استشهد بأربعمائة حديث. نعم. الموازنة والاختيار، الاجتهاد. من ناظر الجيش؟ ولماذا لقب بهذا اللقب؟ ناظر الجيش هو القاضي أبو عبد الله محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائمي الحلبي الأصل، المصري المولد والنشأة. نعم. والوفاة، يعني لأن الأمور كانت واحدة في ذاك الزمان. صحيح. معروف بناظر الجيش نسبة إلى عمله. عمله كان، نعم، كان يعمل في أمور إدارية ليس أمور تعليمية. ومع ذلك تلقى العلم عن علماء عصره في العلوم المختلفة، العلوم اللغوية، منهم أبو حيان وتقي الدين السبكي. ولكن غلب هذا اللقب واشتهر به. نعم، اشتهر ناظر الجيش لأنه وصل إلى هذه المرتبة في الجيش. صحيح. نعم. طبعا في المؤلفات له مؤلفان. هذا المؤلف الذي نتحدث فيه في شرح التسهيل، المؤلف الآخر في البلاغة هو في شرح تلخيص المفتاح. نعم. شرح التسهيل لناظر الجيش. نعم. طبعا ناظر التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، من كتب ابن مالك الرائعة الممتازة جدا كما نقول بلغة العصر. نعم. جمع في شرحه شرح ابن مالك وشرح ابنه الذي لم يكمله أيضا، واختار أفضل ما في شرح أبي حيان رحمه الله تعالى من التذيل والتكميل، وأعطانا زبدة هذا كتابا رائعا متميزا فيه. من مزايا الكتاب سريعا: اعتناؤه بالأجوبة الجيدة على اعتراضات أبي حيان على ابن مالك. أبو حيان كان كثير الاعتراض على ابن مالك، فكان يرد على هذه الاعتراضات، مع أن أبا حيان هو شيخ ناظر الجيش، لكن العلم فوق الأشخاص. صحيح. نعم. امتاز الكتاب بثراء علمي واسع، موسوعة كبيرة في النحو العربي. اشتمل الكتاب على مباحث كثيرة منقولة من كتب مفيدة كما ذكرنا. يمتاز شرح التسهيل لناظر الجيش بجودة الأسلوب وقوة العبارة، ويمتاز صاحبه بقدرته على مناقشة القضايا المختلفة وتأذيد هذا الرأي أو رفضه، يعني وصل إلى درجة أن يرجح وكذا، يعني درجة من درجات الاجتهاد اللغوي. الشواهد في الشرح كثيرة ومتنوعة. نعم. استشهد بالقرآن الكريم بما لا يقل عن 4000 آية، وبالحديث
يعني بما لا يقل عن 400 حديث، وبالشعر وكلام العربي المنثور كثيرا. كثرة شواهد يعني. نعم نعم هكذا. نعم. إذن دكتور هاني، أن تفضلتم بالاختصار نفسه الذي تفضل به دكتور حمدي، أن تحدثونا عن ابن عقيل وشرحه ألفية ابن مالك وشرحه أيضا لكتاب التسهيل، تفضل. تمام. طبعا ابن عقيل هو بهاء الدين أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن محمد ابن محمد عقيل القرشي الهاشمي العقيلي الهمذاني في أصله، المصري في مولده، وهو قاضي القضاء، وهو شافعي الفقه، وهو نحوي الديار المصرية. وكان ابن حجر المتوفى 52 و800 يقول بأن نسمه هو ابن عقيل الحلبي، هذا يعني ابن حجر عنه ذلك. ثم نزل القاهرة وولد ابن عقيل 700 من الهجرة، وقال عنه ابن حجر، وقرأت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي، أن ابن عقيل ولد 94 و600. وقال السيوطي عنه في البغية، قال ابن حجر والصفدي ولد، أي ابن عقيل، يوم الجمعة 98 و600. نعم. هذا الرجل أخذ القراءات عن التقي الصائغي، ولازم العلاء القنوي في الفقه والأصول والعربية والتفسير والعروض، ولازم الجلال القزويني، ولازم أبا حيان، و أكثر من 12 سنة. وله مؤلفات كثيرة هذا الرجل. له التفسير، وصل فيه إلى آخر سورة آل عمران. الجامع النفيس في الفقه، جامع للخلاف والأوهام الواقعة للنووي وابن الرفعة وغيرهما. له الذخيرة في تفسير القرآن. له رسالة على قول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. له الألفية، وهذا شرح مشهور جدا. هذا الشرح أملاه على أولاده، وأيضا مختصر الشرح الكبير، له مختصر الشرح الكبير، والمساعد على تسهيل الفوائد، حقق هذا الدكتور محمد كامل بركات. أيضا له مسألة رفع اليدين وغير ذلك، وتوفي رحمه الله 62 و700، ودفن بالقرب من الإمام الشافعي رحمه الله. إذن باختصار شرح الألفية. نعم. الألفية طبعا هذا الكتاب من أفضل شروح الألفية على الإطلاق. اهتم العلماء بألفية ابن مالك بالشرح والتوضيح. وهذا الشرح هو أفضلها منها طبعا. لماذا يعني هذا هو الأفضل؟ لأنه توسط في هذه الشروح، فلم يكن مختصرا ولم يكن مطولاً، بل كان وسطاً في كل شيء. أيضاً هذا الرجل الذي شرح الألفية لم يتعسف في نقد الناظم رحمه الله بحق وبغير حق كما فعل كثيرون. ولم ينحز له أيضاً، يعني لم يرجح كل أقواله، بل كان يتقبل ما كان عليه دليل. وكان يتجنب ما لا دليل عليه. طيب دكتور، ننتقل إلى التسهيل أو المساعد في تسهيل الفوائد، تفضل. نعم. يتمتع شرح ابن عقيل بالكم الكبير من الشواهد النحوية. نعم. مع تتبعها من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر العربي، وأحيانا يستعرض القراءات القرآنية الصحيحة منها أو الشاذة، ويتطرق للخلافات النحوية ويناقشها ويدعمها بالشواهد المناسبة، ويوضح الجيد منها والضعيف. ويتميز شرحه بالأسلوب السهل والتعبير الواضح، فقد التزم التيسير والتسهيل في تقديم المادة العلمية. المساعد على تسهيل الفوائد هو شرح لتسهيل الفوائد لابن مالك وتكميل المقاصد له، ويعد شرحا وسطا كما قلت، وله أسلوب سهل، يقول الدكتور محمد كامل بركات في تحقيق هذا الكتاب. ولعل أهم هذه الميزات التي يكاد ينفرد بها هذا الشرح أنه لبديل المعروف بأسلوبه السهل وتعبيره الواضح، الذي عرفه قراء العربية في شرح للألفية،
أخت التسهيل، حيث جمع في كل من الشرحين خلاصة دراسته اثنين، وله كلام كثير جدا في وصف هذا الكتاب الرائع حقيقة. الرجل نعم دكتور نعم. بجملة أخيرة تفضل. أقول يعني كثير من أثنوا على هذا الشرح يعني، وقالوا فيه كلاما طيبا، امتاز هذا الشرح فوق هذا بتقارير وافية ومناقشات موضوعية هادئة لمذاهب النحاة وآرائهم القدامى منهم ومن جاء نعم بعدهم. شكرا دكتور، سأعود إليك. مالك وابن عصفور وابن نعم. أبي حيان نعم دكتور ونحو ذلك. سأعود إليك، أعتذر لأن الوقت لن يسعفنا هكذا. الدكتور حمدي باختصار شديد تفضل بأن تحدثنا عن الشيخ خالد الأزهري وكتابه التصريح بمضمون التوضيح. الشيخ خالد الأزهري هو زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أحمد الخزرجي الجرجاوي المصري الشافعي الأزهري الوقاد به النحوي. يعني ولد تقريبا سنة 38 و800 من الهجرة بجرجة من صعيد مصر، عندنا الآن في نسحاب الصهاج. توفي سنة 95. يعني ابن العماد في الشذرات يقول اشتغل بالعلم على كبر، قيل كان عمره 36 سنة، ويقول كان يعمل وقادا بالجامع الأزهر، فسقطت وهو يشعل المصباح، سقطت فتيلة على كراسي أحد الطلاب فعيره بجهله، فطلب العلم ونبغ وصار الشيخ خالد الأزهري الذي نعرفه، ولم نسمع شيئا عن الذي عيره بالجهل. طبعا أخذ عن علماء كثر، له مشايخ كثر وله تلاميذ كثر. مؤلفاته نذكرها سريعا أو نذكر منها طبعا التصريح بمضمون التوضيح الذي نتكلم عنه، عنده الأزهرية في علم العربية، وهو متن نحوي أعلى من متن الآج الرومية وأدنى من متن قطر الندى. يعني الذي وصفة. يدرس أو يبدأ بمتن الآج الرومية بعده الأزهرية في علم العربية للشيخ خالد، بعده قطر الندى ومتن لابن هشام وما قطر الندى وبل الصدى لابن هشام. إعراب الأجرمية له، إعراب الكافية له، الألغاز النحوية له، بلوغ الأمل في فن الزجل، التصريح بمضمون التوضيح، تفسير آية فلا أقسم بمواقع النجوم له، الثمار اليوانع على جمع الجوامع أصول فقه. نعم في التجويد له، الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية، المقدمة الجزرية في التجويد نعم لابن الجزري، وهي مقدمة رائعة من شروحها الرائعة، شرح الشيخ خالد الأزهري الذي أفاد منه كثيرا الملا علي القالي ومن أتى بعده. لمحة دكتور عن كتاب التصريح. كتاب التصريح هو شرح لأوضح المسالك على ألفية ابن مالك لابن هشام، وقد مزج بين الأمرين، والمنهج أقوله سريعا، يقول وشحته بعشرة أمور مهمة، أني مزجت شرحي بشرحه فصار كالشيء الواحد، أنني تتبعت أصوله التي أخذ منها، وربما شرحت كلامه بكلامه أيضا، ثالثها أنني ذكرت ما أهمله من الشروط في بعض المسائل، أنني أكملت بيت كل شاهد مما اقتصر على شطره، أنني ضبطت الألفاظ الغريبة بالحرف وبينت جميع معانيها، أنني طابقت الشرح على النظم، أنني ذكرت حجج جميع المخالفين نعم وقوة الترجيح طيب إلى آخره من هذه الأمور. نعم. آخر شيء العاشر أنني بينت المواضع التي اعتمدها مع أنها من أبحاثه. جميل. ومن فوائد ذلك معرفة كونها من عندياته. نعم. دكتور هاني بأقل من دقيقة لو سمحتم حدثنا لمحة سريعة يعني عن الحافظ جلال الدين السيوطي. نحتاج إلى ساعة في السيوطي. لا يسمح الوقت، أصلا الوقت انتهى. تفضل دكتور. الرحمن ابن الكمال أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين ابن الفخر عثمان، وهو يعني ينتهي اسمه إلى أسيوط من صعيد مصر. أما جده فاسمه همام الدين، وكان من المشايخ الكبار في مصر، بنى مدرسة في أسيوط ووقف عليها أوقافا، وتحدث كثيرا الإمام السيوطي عن نسبته في مقدمة كتابه حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة.
ثم هذا الإمام الكبير العظيم الذي نحتاج إلى ساعات كثيرة لنفرد يعني في مؤلفة، نحتاج إلى لمحة الآن سريعا، هذا هو الوقت المتاح. يعني الإمام السيوطي له مصنفات كثيرة جدا، له مؤلفات يعني أكثر من 600 مؤلف. نعم. يعني هذا رجل عاش 60 عاما كما قلت في البداية، ألف أكثر من 600 مؤلف في فنون عديدة. ألف في التفسير والقراءات القرآنية، أشهر هذه الكتب التي ألفها في التفسير الإتقان في علوم القرآن، الدر المنثور في التفسير المأثور، وترجمان القرآن في التفسير، وغير ذلك من هذه الكتب التي لا تحصى عددا. نعم. نحتاج إلى كثير. أيضا ألف في فن اللغة والنحو، يعني فن العربية، شرح ألفية ابن مالك، وهذا الشرح يسمى البهجة المضية في شرح الألفية، ومنهم من يسميها البهجة المرضية، ومنهم البهجة المضيئة أيضا. طيب. وله فريدة في النحو والتصريف والخط، وله كثير من هذه الكتب. نعم. الأشباه والنظائر وهم الهوامع وكثيرة هي. إذن هو من أبرز علماء القرن العاشر الهجري على ما أظن. إذن دكتور حمدي بأقل من دقيقة، أيضا الأشباه والنظائر، هذا الكتاب المهم في النحو، تفضل. نعم. طبعا نعرف بأن النحو، نعرف النحو كجزئيات، مسائل جزئية، ونعرفه كأصول نحو، منها الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي الذي جمع فيه أصول النحو من متقدمين. أما الأشباه والنظائر فهو مأخوذ من الأشباه والنظائر أو القواعد الفقهية في أصول الفقه، نقلها السيوطي إلى النحو ووضع لنا قواعد نحوية هي وسط بين النحو الجزئي كمسائل وبين علم الأصول كمسائل كلية. وجعله في أمور الفن الأول الذي هو قواعد نحوية عامة، عندنا في قواعد وعندنا ضوابط. القواعد التي تشمل الأبواب النحوية كاملة، الضوابط الخاصة بباب نحوي واحد، جعلها في 10 فنون متنوعة، وهو من الكتب الرائعة الرائقة التي تحتاج إلى بسط، ونسأل الله التيسير. إن شاء الله. جميل. يعني بهذه اللمحة للدكتور حمدي نختم، لأن الوقت انتهى دكتور، نختم بك عن الأشموني وشرحه على ألفية ابن مالك، تفضل. الأشموني هو نور الدين أبو الحسن علي ابن محمد ابن عيسى الأشموني الشافعي، ولد في مدينة أشمون في مصر، وتوطن القاهرة، أخذ القراءات القرآنية عن ابن الجزري، وأخذ عن كثير من العلماء. وهذا الرجل كما يذكر ابن العماد الحنبلي كانت وفاته سنة 29 و900 من الهجرة. وأما كتابه شرح الألفية هو أغزر شروح الألفية على الإطلاق. نعم. يعني هذا كتاب رائع جدا، يقول فيه الشيخ الطحاوي في الحق أنه أغزر شروح الألفية مادة على كثرتها. نعم. واختلاف شاربها، بل إنه من أوفى كتب النحو جمعا لمذاهب النحاة وتعليلاتهم وشواهدهم على نمط البسط والتفصيل، ولا غرابة أن يجمع في شرحه ما جمع فأمامه كثير من الشراح للألفية. نعم دكتور. الأشموني. نعم. من هذه الشروح إفادة كثيرة. جميل. ومنه يسهل على من يعود إلى شرح الأشموني للألفية أن يتبين أسلوب الأشموني وخلاف هذا الأسلوب عن أساليب كثير من الشراح للألفية. نعم. قبل. أحسنتم دكتور. إذن في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع نشكر ضيفنا عبر سكايب من تركيا الدكتور هاني حواس، الأستاذ المشارك في العلوم اللغوية، شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خير الجزاء دكتور، حياكم الله. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة قبل البيان القرآني وفقرة سيرة عالم ستكون هذا الأسبوع مع ابن هشام الأنصاري العالم النحوي الشهير. ابن هشام الأنصاري هو أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف بن هشام
الأنصاري المصري، ولد بالقاهرة سنة 870 من الهجرة، ولزم فحول عصره وتلمذ لهم، ومنهم ابن سراج وأبو حيان وابن جماعة وغيرهم. أتقن ابن هشام العربية وتخصص بالنحو، وكان يملك فيه عبقرية حتى فاق أقرانه وشيوخه ومعاصريه. قال عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام، أنحى من سيبويه. أشهر مؤلفاته مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه. ومن مؤلفاته المشهورة أيضاً أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومن ذلك أيضاً شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ومن مؤلفاته أيضاً شرح قطر الندى وبل الصدى. توفي العلامة ابن هشام الأنصاري بالقاهرة سنة 61 من الهجرة عن عمر ناهز 53 عاما. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لسان العرب من الرافدين. قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، عنوانها هذا الأسبوع اللغات في القرآن الكريم، الجزء 12. نبدأ مشاهدينا الكرام في البيان القرآني من سورة الإنسان، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عينا فيها تسمى سلسبيلا. ما معنى سلسبيلا هنا دكتور، وما لغتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيوطي ينقل عن الجواليقي في المعرب يقول: هو اسم أعجمي نكرة فلذلك انصرف، وقيل هو اسم معرفة إلا أنه أجري يعني انصرف لأنه رأس آية، وعن مجاهد حديدة الجرية، وإلى آخره من الكلام. قال الزجاج: هو في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة، فكأن العين سميت بصفتها. السمين الحلبي يقول: هي اللينة السهلة في الحلق التي تسلسل فيه. ويؤيد هذا تفسير ابن عباس: إذا أدنوها من أفواههم تسلسلت في أجوافهم. وقال ابن الأعرابي: لم أسمع سلسبيلا إلا في القرآن، ويقال عين سلسال وسلسل وسلسبيل، أي عذبة سهلة المرور في الحلق. الكلمة عربية، عربية. نعم، وليست أعجمية. صحيح. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، أيضا من ذلك في قوله تعالى بسورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ما معنى سنا وما لغتها هنا دكتور؟ السيوطي يذكر بأن ابن حجر في نظمه عدها بأنها أعجمية يعني، لكنها ليست كذلك. يقول السمين الحلبي: السنا بالقصر الضوء الساطع، والسنا بالمد الشرف يعني السناء والرفعة. وقد جمع بينهما من قال: أيها البدر سناء وسنا، حفظ الله زمانا أطلعك، إلى آخره من الأمور المختلفة التي تدل على أن الكلمة عربية. وفي الحديث اللي هو سنة سنة أي حسن حسن، قيل هي لغة يمنية وليست، منهم من قال حبشية، لكنها يمنية نقلت إلى بلاد الحبش. في حديث يذكر سنة سنة سنة, سنة. نعم. نعم. نعم، ذكره ابن الأثير في النهاية. نعم. نعم، ومنهم في بعضهم بعض العلماء من يقول بأنها بالحبشية، وهنا يقول هي لغة يمنية يعني انتقلت عربية إلى بلاد الحبش. صحيح. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، من ذلك أيضا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق في الكهف. سندس دكتور ما معناها وما لغتها؟ ينقل السيوطي عن الثعلبي في فقه اللغة أنه فارسي، وكذا قال الجواليقي: هو رقيق الديباج بالفارسية. وقال الليث رحمه الله: لم يختلف أهل اللغة والمفسرون أنه معرب. وقال شيذلة: هو بالهندية.
إلى آخره من الكلام. المفسرون كما ينقل صاحب اللسان السندس إنه رقيق الديباج ورفيعه، والاستبرق هو غليظ الديباج اللي هو الحرير. الحرير نعم يعني. نعم. طبعا الكلمة تكلم بها العرب فصارت عربية بالتكلم. نعم. لكن ولذلك نجد الجوهري في الصحاح جعل النون زائدة، وما دامت النون زائدة يعني عاملها معاملة الكلمة العربية، فلذا من العلماء من قال هي من توافق اللغات يعني السندس. عربية. وهذا موجود في تاج العروس للزبيدي، قال جماعة لعله من توافق اللغات. في آخر آية أيضا دكتور، في قوله تعالى بسورة يوسف واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، ما معنى سيدها هنا دكتور؟ السيوطي يذكر عن الوسطي أنها يعني سيدها زوجها بلسان القبطي، وقال أبو عمرو لا أعرفها في لغة العربي، الكلمة عربية، وجد زوجها عند الباب، قال أبو صالح والسيد هو الزوج بلسان القبط، الكلمة عربية مادة وصيغة ومعنى، وهذا واضح في المعجمات العربية. ومجيء السيد بمعنى الزوج موجود في الحديث النبوي الشريف، قد ذكر ابن الأثير هذا في حديث عائشة رضي الله عنها إن امرأة سألتها عن الخضاب فقالت كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. طيب. أرادت معنى السيادة تعظيما له. نعم. أو ملك الزوجية من قوله تعالى ألفيا سيدها لدى الباب. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية، شكرا جزيلا لكم أستاذنا الكريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نلقاكم مشاهدينا الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.